الخليفة الحافظ لدين الله بعدها بتجديد القبة. في سنة 714 من الهجرة ناصر محمد بن قلاوون بإنشاء مسجد بجوار الضريح، ثم تم تجديد الضريح والمسجد معا بعد ذلك. جدير بالذكر أن ضريح السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، لم تنقطع عنه الزيارة منذ أكثر من 1200 عام، فمحبوها يطلبون منها دائما راحة البال والطمأنينة والدعوة المستجابة كما كان في عهدها عندما كانت مقيمة في مصر. في سنة 1173 من الهجرة نشب حريق بالمسجد وأتلف قسم كبير منه، فأمر الخديوي عباس الثاني بإعادة بنائه. تعلو المسجد منارة تم بناؤها على الطراز المملوكي. نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وهم الآن على باب مسجد السيدة نفيسة في طريقهم إلى البهو المؤدي إلى المسجد القديم للوصول إلى مقام السيدة نفيسة حفيدة رسول الله التي يأتي إليها المشتاقون من كل مكان. فنفوس محبيها إذا ضاقت طاقت إلى الزيارة واشتاقت. مشاهدينا الكرام، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند إلى مقر مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه الكرام يؤدون ركعتين في محراب المسجد القديم، مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، بنت حسن ابن زيد ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم تجديد هذا المسجد، المسجد القديم، ضمن خطة تطوير لمساجد آل بيت الله في القاهرة وفي مصر عموما، تقديرا لمكانتهم التي يقدرها المصريون جميعا والمسلمون في كل أنحاء الأرض. مصر بلد احتضنت أولياء الله الصالحين وآل البيت،
عندما قدمت السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى مصر سنة 193 من الهجرة تنشر العلم بين المصريين، أحبوها وأحبتهم، ولها من الكرامات ما لها.